الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك هذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وذرياتنا وإخواننا وأزواجنا يا ربنا أعتقنا جميعا من النار اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم كل مبتلى مسلم يا رب العالمين واشف كل مريض مسلم اجعل شفاء كل مريض سهلا ميسورا اللهم يا ربنا بقدرتك انزل عليهم رضاك رضاء بالقضاء وشفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا ربنا ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا مما جرت به المقادير اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة أحي قلوبنا بالإيمان املأ قلوبنا خشية منك ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم بارك في أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين اللهم أنبتهم نباتا حسنا اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم جنبهم واحفظهم من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن اجعل حياتنا يا ربنا على مرادك
دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، واختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام والإيمان حتى نلقاك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر. یہ جی مسجد الاجابہ کے نام سے مشہور ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی کر کے تو دعائیں مانگ رہے تھے تو اس کے بعد کافی غمگین ہو گئے کیونکہ کوئی خبر نہ آئی کہ دعاؤں کے متعلق کوئی جبرائیل علیہ السلام نے میسیج نہ بھیجا یا کوئی میسیج نہیں دیا. تو آپ تھوڑے سے غمگین ہو گئے. تو غمگین ہو کے وہاں سے چلے تو یہاں آ کے جب عصر کی نماز ادا کی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول آپ کی جتنی دعائیں جو آپ نے حرم میں مانگی تھی وہ حج کے دوران مانگی تھی وہ اللہ پاک نے یہاں پہ قبول کر لی آپ کی. تو پھر یہ خوشخبری ان کو ملی تھی تو پھر آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ پھر تر و تازی، کیونکہ اس سے پہلے پھر تھوڑی سی پریشانی بھی ہو گئی تھی نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو کیا وجہ ہوئی ہے.